بسهل نينوى والشفاء العاجل إلى جرحانا الأبطال. بالبداية على أبدأ وياك البرنامج، يعني يوم مؤلم البارحة اللي صار في سهل نينوى، بس لكن إن شاء الله الشفاء العاجل لجرحانا، ونفس الوقت الرحمة والخلود إلى الشهداء. علاء، اليوم الناس تريد تعرف منو علاء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحية لك أخوي سراج. أنا نائب ضابط علاء عبد الرضي أسد، المنسوب إلى مركز سيد الجرحى الأول. أصبت بتاريخ 10/5/2014 أثر حادث إرهابي في قاطع طارمية، مما أدى إلى عوق جميع أطراف جسمي. نعم، أي والحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد الحمد لله على لله، سلامتك رب حبيبي. يسلمك. علاء، أنت من يا مواليد، وكم عدد أفراد أسرتك؟ أنا مواليد 1979. أسرتي إحنا 6 نفرات. نعم. أنا عائلتي يعني، و ترتيب العائلة، أنت الأول والثاني؟ ترتيب أنا الوسطاني يعني، وسطاني. أكو الوسطاني. يعني أكبر من عندك. نعم، أكو أكبر من عندي. زين علاء، أنت يعني دخلت مرحلة الابتدائية، نعم. فاحكي لي عن طفولتك. طفولتي احنا يعني بذاك الوقت بالثمانينات تقريبا. وين شئت؟ بأي منطقة؟ انشأت بغداد بالأعظمية، نعم، يعني ولادتي. فخلال ذيك الفترة يعني كملنا مرحلة ابتدائية، وهذا كنت أطمح أنه أدخل بالسلك الأمني بذاك النظام، فإنه أصير ضابط. نعم. إي والحمد لله ما أتاحت لي فرصة أنه أصير يعني بسبب ظروف. انت كنت دخلت مرحلة إي الابتدائية، وكملت يعني، كملت إي الابتدائية، كملت كنت بذاك. تمارس العمل أثناء ال وكنت يعني مثلا أعمال حرة، مثلا كاسب جميع الأعمال شنو اشتغلتها. شنو المهن اللي مارستها؟ يعني مهنة كهرباء، كهربائيات يعني، سيارات لو لا مال منزلية؟ منزلية كهربائي. تمام. ايوه بهاي المهنة المال اكثر مالنا شيء. 3 فد يوم؟ لا يعني هو بالبداية واحد لازم يجد صعوبات بهاي لازم المرحلة، بس نتلة نتلتين اي حتى. نتلة نتلتين وشوي واحد ياخذ. اي اي نعم. يعني هاي اكثر مهنة مارستها ومشت لحد ما يعني كملت بقت متوسطة. بس كهرباء اي تعلمت. كهربائيات تقريبا. والدك كهربائي؟ لا والدي مو كهرباء، بس انا انه حبيت انه يعني شغلة الكهرباء وهاي انه تمام. اي ضمن عملي يعني، هيك حبيت انه هواية مارستها. زين، والدك شنو كان يشتغل؟ والدي كان موظف وين يعني؟ محاسب بالسكك الحديد. سكك الحديد. اي تمام. محاسب. عندكم احد بالعائلة عسكري؟ لا ما عندنا احد بالعائلة عسكري. ما عندكم. ما عندنا، عندي بس اخي هسه حاليا الاصغر من عندي بالحشد المقدس. الحشد المقدس. بالحشد، نعم. تمام. انت دخلت المرحلة المتوسطة. نعم. تمام. بقيت تواكب بين الدراسة والعمل. نعم، دراسة تمام. والعمل. تمام. بيا سنة تقريبا؟ تقريبا من 91 لحد 99، لأن كانت هاي الفترة شوية كان الطالب لازم شوية، كان الشغل وقتها بذاك الفترة هاي كانت تأتي لازم واحد. حصار أي والوضع تعبان. مصاريف، الوضع كان تعبان شوية وكان حصار، ولازم أعد الشاب. إحنا كان بوقتها الظروف هاي اللي مرينا بها لازم واحد. كنت تفكر بأنه أنت تصنع شيء لنفسك؟ اي طبعا كل انسان، كل شاب كان بوقت بهاي الفتره كان يتمنى انه يصنع، ينجز شيء لنفسه او يعمل شيء اللي يحبه هو. يعني كانت عندك خطة للأمام بأنه نعم بعد كم سنة راح أسوي نعم الشيء؟ نعم كان انا طموحي انه ادخل السلك الامني، بانه اقدم يعني بعد المتوسطه نعم. اقدم اصير ضابط، بس ما مثل ما قلت لك ما تاحت لي الفرصه بانه اقدم على هذا السلك. خلصت المتوسطة. خلصت المتوسطه، نعم. تمام. اي دخلنا ايوه للإعدادية. نعم. بيا سنة كلفت بأنه بالجيش السابق أنت؟ الجيش السابق لبست بسنة الـ2000. سنة الـ2000. سنة الـ2000 وكان باقي لي تقريبا 7 أشهر وأنه أسرح، فما صار سقط سقط النظام. النظام. تمام. أي ف زين، انت من دخلت في السلك العسكري أي ذاك، هو ذاك يعني اجباري لازم إجباري، تدخل. مكلفية، كنا إجباري إحنا يعني. تمام. أي زين، واجه الصعوبات اكيد. بذاك النظام نعم. نعم. صعوبات جدا يعني،
قوية حيل، حالة يثرى لها يعني كل يعني شكو عد احنا. أنا هاي أكون نقطة مهمة بأنه أنت بذاك الجيش أنت خدمت وخادم بهذا الجيش. نعم نعم. فأكو فرق بين ذاك وهذا. أي طبعا ذاك الجيش كان الإلزامي، كان يعني معاناة جدا صعبة، طريقة الالتحاق ووضعية صعبة، التحاق أو النزول. لكن حاليا أي حاليا لا، أفضل أنا أشوف أفضل بهواي مراحل. يعني ذاك الجيش السابق كان يعني وضعية الجندي مؤسفة جدا. تمام. تختلف عن هذا الجيش، كرامته صح صح تختلف جدا عن هذا الجيش الحالي. زين. بنسبة كبيرة. أنت سقط نظام البائد. نعم. بعدها شنو المهنة اللي مارستها وأنت عفت الدراسة؟ نعم عفت الدراسة. أول المهنة أنه رجعت أنه كان أول ما تأسس كنا اي سي دي سي. نعم. أي انضميت هم للجيش بعد وراها صرنا حرس وطني. من اللي حفزك أن تدخل بال؟ أنا يعني أحب أنه أخدم بلدي، أنه أدافع عن العراق يعني من زمان، يعني مو هسه. نعم. أحب هاي المهنة العسكرية، بأنه أي شيء بأي شيء أسوي المهم يعني أدافع عن الوطن. فاتخذت أنه هذا السلك العسكري بأنه مدخل، أنه يعني تعينت به حتى أدافع عن العراق. تمام. أنت أي. دخلت بالسلك العسكري بيا سنة قلت لي؟ 2004 شهر الثاني. 2004 بشهر الثاني. نعم. زين كانت الأوضاع يعني شوية متخربطة و... حيل. تمام. الأوضاع حيل تمام. هم واجهتك صعوبات البداية؟ صعوبات كثيرة. من 2004 كان يعني تعتبر سقوط بغداد، كانت بديش الفترة كانت حيل تعبانة وحيل يعني واجهنا بأنه أخطر التنظيم وتنظيم القاعدة. وقاتلنا، وكان هو خلال هاي الفترة كان يعني مو مثل تنظيم قوي وهاي، بس المهم يعني كنا كانوا هو كانوا ناس أي مثل أي غرباء أي غرباء وهاي. المهم قاتلنا هم قاتلناهم، وكانت إمكانياتنا محدودة، بحيث كان بوقتها كان المقاتل يطلع من عدة شايل يمكن مخزن واحد أو مخزنين بطلاقات. التجهيز مو ذاك التجهيز، مو ذاك التجهيز وهاي. المهم قاتلناهم ودخلنا وياهم اشتباكات، يعني توصل اشتباكات امتار بينه وبينهم، امتار كلش قليله. انا راح اوصل لهاي النقطه. أيه. لكن تمام. اريد بس اعرف بانه اكو حد مانعك بالدخول السلك العسكري كونه خطر، يعني مو لغايه اخرى؟ طبعا الاهل خافوا عليه بالبدايه، قالوا انه هذا السلك واي، بس انا ما كنت مصمم قافل على القضيه، قافل انه لازم اقاتل ولازم دفاعا عن العراق. خالب حسبانك بانه انت من ممكن تستشهد وصير جريح؟ لا ما خال شنت، بس انا خالب بالي انه استشهد، وحتى لو استشهد يعني فدوه للعراق. انا شنو بالنسبه يعني لبلدي انا او غيري او غير او القبلي او البعدي. نعم. مهما كان باي زمان او اي مكان انه اقاتل في سبيل العراق. انت بعدك ما متزوج؟ لا لا انا متزوج، انا تزوجت بال 99. ها زوجت بال 99؟ نعم بال 99. تمام. اي فحتى لو متزوج او عندي عائله، المهم هذا السلك يعني انا احب هذا السلك انه دفاع عن الوطن. اما النصر اما الشهاده. اما الشهاده اي يعني يعني تجي مرات ما اسولف مثلا اقول اروح التحق ما انزل او ما اقدر بعد يعني. حاطه بالحسبان. اي حاطه بالحسبان، بس قلت هاي انتهت يعني، ما حتى لو استشهد في دول العراق عادي انا وغيره وبعدي. من تستذكر من اصدقائك اللي كانوا يداومون وياك؟ والله اصدقائي اللي دامون وياي هواي، وحاليا هم جرحى وياي اتذكرهم، يعني مثلا اخ الجريح تحيه له طبعا، فائز مراد، والاخ احمد حسين علي، والاخ قصي حسين، يعني هواي اسماء صح، والاخ حسين جبار هواي، معن ثامر، يعني اصدقاء وياي عاصروا وياي بهذا الوقت وهم جرحى حاليا هم، واللي استشهد منهم راح التحية والتقدير أي لهم. أي واي يعني أسماء كثيرة. زين أنت أوكي بهاي الفترة اللي أنت بيها. نعم. واجهتك أكيد تعرضات. أول تعرض صار عليك؟ أول تعرض صار بالألفين وأربعة شهر السابع تموز أتذكر. نعم. قاطع البكرية. نعم. أتذكر مواجهتنا كنا طالعين. شلون صارت بالضبط؟ شلون كنتوا قاعدين وتواجهتوا؟ طالعين دورية رتل. نعم. رتل أربع كنا بوقتها ما عندنا سيارات مصفحة، كنا نستخدم السيارات البيكم. البيكم صح. إي. فكنا يعني الشغلات اللي عندنا الأسلحة يعني أسلحة متوسطة وخفيفة. فكنا طالعين بالرتل جو العسل يعمل بكرية، فضربنا عبوة.
عبوا ما اثرت علينا، بس وياي العبوا يعني حتى توقف شويه، توقفنا شويه، من توقفنا صار علينا الرمي صار عليكم اي من تعرف. الجانبين يعني السايدين، فنزلنا وانتشرنا بالشارع، فمن نزلنا انتشرنا زاد الرمي اكثر علينا مواجهات، فصارت من صار الرمي صاروا نزلوا هم علينا، كان وقت تنظيم القاعده ملثمين تمام. اي يعني زيهم، حتى كان بدلات لابسين كفت هاي ام السحاب اتذكرهم، ونزلوا علينا صارت مواجهه بيننا وبينهم، احنا تقريبا يطلع عددنا كل عجله كان بيها 6 نفرات، اكو قوة مشتركة لو بس فقط ال لا احنا طلعنا بوحدنا، كان تمام اي بوقت بذاك الوقت كان دعم مكلفين بواجب اي بواجب دوريه، فصارت اشتباكات، اصطوبوا عندنا 2، فاثناء المواجهه واجهناهم كتلنا شكوى ارهابي، بوقتها كان بوقتها احنا عددنا ما كان يتجاوز ال 13 شخص. شخص، وذولاك اعداد هائله، بس الاعداد هائله عبالنا شنو، ايش عبالهم نضربونا، عبالهم احنا ننهزم او ننسحب، احنا بالعكس احنا واجهتوهم واجهناهم كالكراسي. بالشارع اي بالشارع، لحد ما استشهدوا منهم 6 نفرات، وجماعتهم الباقين ما ظلوا باقي، يمكن 2 3 وهم جرحى تاذوا بس لاذوا بالفرار اي، واستولينا على اي انت شنو اللي احساسك؟ هم ارتبكيت الموضوع او تفاجأت بالبدايه انا ما بالنار؟ اريد يعني، صحيح ارتبكت بس مو ذاك الارتباك يعني نعم. ذيلي، احنا كنا خاصه احنا بالبدايه تعيننا تدربنا على يد القوات الامريكيه، والتدريب كلش قوي وحتى دورات وشهادات عندنا، فتدربنا على فشي صح، نعم. فالتدريب هذا واحنا يعني عندنا نظام بالعسكري يقول تدريب ثم التدريب التدريب ثم التدريب تقلل من دماء دماء المعركة. المعركه، فتدريبنا هذا والدورات اللي رحنا لها واللي مارسناها يعني صحيح طبقناها بالشارع سويناها، فمن تطبق من تتدرب صح وتطبقه بالشارع ما راح تخطئ تمام. اي زين انت من بعدها رجعت للقاطع؟ نعم رجعنا للقاطع، كان عندنا تذكر جرحى لي من الشهداء اللي استشهدوا؟ بهاي يعني هاي صارت المواجهه، جرحى صار عندنا 2 نعم. بس جرحى، بس جتي وراها بشهرين هم تعرض صار عندنا بقاطع العامريه نعم. اي هم نزلوا هم طالعين دوريه تقريبا 5 عجلات تمام بكم الصبح، فبالستة ونص تقريبا هيك الصبح هم صارت مواجهه، هم كمين هو كان وهم صارت مواجهه كلش يعني بامتار احنا وياهم، نعم. فنزلوا هم بالشارع كان تنظيم واحنا هم نزلنا بالشارع، فصارت يعني انت وان انت قبال وانا قبالك تقتلني فيس تو تقتل فيس على اي قولت. اي ف كنا بهاي احنا يعني ما اقول لك احنا طلعنا هيك استترنا، اخذنا الطريقه الصحيحه للرمي او نعم. للاشتباك او هاي الشغلات العسكريه انت تعرفها اكيد نعم. اي، وتواجهنا وياهم، فهم كتلنا من عندهم هواي، وبس خلال استشهدوا 2 عندنا، واحد من ضمنهم اتذكر اسمه صباح مستشهد من جماعتنا الله وهم عندنا يرحمه. جرحى، فهم هم استشهدوا من عندهم هواي، بس ما انسحبنا ظلينا لحد ما كملت سيطرت على المعركة، القاطع. سيطرنا على القاطع واخذنا جثثهم هواي وهاي الشغلات تمام. الباقية. يعني على انت هاي بيا سنة بالضبط صار؟ 2000 نهاية 2004 نهاية في بداية 2004 2005 نهاية 2004 تمام. تمام بعدها يعني اكيد واجهتك اكثر من تعرض. اكثر من تعرض يعني هو التعرض القوي اللي يعني بانه حسيت نفسك بانه خلص انتهت بانه راح تستشهد بي. هن شوفوا يعني كل ما مو قلت لك انا كل ما اطلع واجب هاي يعني بالاسبوع مثلا 3 مرات 4 مرات يصير تعرض، كل تعرض يختلف عن الثاني. نعم. وكل تعرض هذا اقول انا بعد انتهيت بعد ما ارجع، والحمد لله والشكر يعني اللي وياي اصدقائي، وهاي مو تعرف انت اذا وياك اصدقاء يعني هسه عددت لك الاسماء زلم معدله، واحنا ما الحمد لله والشكر جيشنا كله العراقي والقوات لا الامنيه كلهم ان شاء الله زلم معدله رجال وكلها كلهم صباح واقوياء وواجهوا اقوى ارهاب في العالم. فبوقت احنا اللي طالعين السريه الطالعه نعم يعني ابطال كلهم واحد يسند الثاني، وكنا مدربين على سيستم او على نظام واحد، فمن نطلع لهاي الواجبات قلت لك كنا عليها نصور من نرجع، بس برغم يعني ارادتنا وقوه العزيمه مالتنا
نواجه ونقاتل، والحمد لله وشكر ننتصر. ما في يوم اتذكر يعني طلعنا ما انتصرنا، الحمد لله وشكر فضل من الحمد الله لله وشكر، هذا واهل البيت سواعدكم ان شاء الله. رحم الله والديك. بس انت هم اكو كانت اكو دورات تجي جديده تختلط وياكم؟ نعم يعني نعم، دورات احكي عنها. جديده يجون يتعينون، فاللي يجون يتعين صح يروح دورات، نعم بس احنا هم القدامى من نطلع وياه نعلمه، مثلا هذا هيك يسوي هيك يسوي هيك، فمن راح يشوفنا احنا مثلا هو جديد يطلع يشوف القدامى، مثلا القديم يطلع يلزم واجب ينتبه يرمي يتقدم يسوي شيء، هو شنو راح يتعلم ياخذ نظام ياخذ شمرتنا النظام اللي اي، انتم واحنا يعني. ما نعلمهم. يعني هسه مثلا جدد يجونا نقول له من تطلع مثلا للواجب ركز بالواجب، انتبه باوع لا يعني لا تصفن تروح، انتبه للي يفوت للي يعبر، لان تعرف هسه عدوك يشوفك انت ما تشوفه، صح سيد شوفه يعني مدني بس شنو صح انت ما تعرفه، اهم شيء التركيز بالواجب. او على قولت اي هذا حرام البيت ما اي يلزم. ما يلزم، فمن تركز وتشوف وتباوع مثلا هذا طب الفرع شوفه ليش طب الفرع مثلا شلون راح يرجع، وش يعني ايش اخلي يعني بيني وبين نفسي افكر من امشي بالسياره باع بالمرايه التفت او انت صاعد على قنر او هيك، يعني دائما كنا نوصيهم، واحنا كنا احنا نطبقه مو قبلهم، كنا من نصعد على قنر وهاي كنا عيننا على الرايح على الجاي على الطريق على الرصيف بكل مكان. تمام اي زين. يعني هذول الأصدقاء اللي يجون كانوا جدد من نعم الدورات يوصلون للوحدات نعم ويتم توزيعها على السرايا نعم وعليكم بالأخص، كانوا يطلعون وياكم واجب جدد نعم هم كانوا يترددون أو مثلا؟ بيهم اللي ترى ما ذكرتها لك بيهم، نعم اذا انت يشوف ربع القدامى يعني ابطال ويشوفهم قدامه يشد يرقدون هو عند اكيد راح العزيمة. يشد عند العزيمه، بس مع احترام احنا ما عندنا هيك من موقف، بس يشوفهم يخافون هاي وهم راح يصير مثلهم، بس احنا الحمد لله والشكر قلت لك اني بهاي الفتره اللي عاصرته وعلى وكنت قولت هذا بيها يقول لك واحد يشرد عشيرة. اي، فيعني والله يا سراج اشوفهم يعني ما شاء الله، انا ما يعني بس احكي على نفسي وعن باقي اصدقائي، يعني كان واحدنا احنا واحدنا احس باني 100 احنا كنا بذاك الوقت، والاكيد العالم والقدامى يعرفون كنا من نوقف بالشارع نطي هو حق كفاية، اللي هو شوف اي كفاية اقطع اي سالفتك بخير، بأنه كفاية بأنه أنت من رايح للموت برجليك، صح فأنت بحد ذاته وهذا الخوف أصلا صح يعني صح، أنه ربما ما راح تواجه الحقيقة وتصير هناك اكو تعرضات نعم تصير عندك شوية ارتداد، لكن من تريد تفكر بأصل السالفة وأنت رايح للموت فما صح في داعي بعد شنو صح تخاف. صح اي، بس كنا احنا بوقتها كنا يعني واحدنا كان عمره 22 سنه، انا اتذكر كان اتذكر عمره 22 سنه بوقتها من تعينت، فانا حتى هسه اللي يشوفني هسه اخواتنا وهاي يقولون الولد مثلا عليه سمين، انا هسه من صارت الاصابه كان وزني 60 كيلو تمام. ضعيف لا الى درجه، هو انا شوف هاي اي النقطة هسه اي هسه ذكرتني حتى بيها مو انت. المشاهده اخاف من احكي يقول شوف اخواتنا يقول هو شلون كان يلزم واجب ويجسمين، انا انا هذا سمني ورا اصابتي انا صابت بال 2014 2018 هيك صار وزني قبل انا انا اي اتنوه على هاي اي النقطة فدوى لقلبك بانه هو اي رت اقول بانه ترى اخوان اي تشوفون اي ضخامة شوفوني سمين الجسم انا هسه بسبب العلاجات وبسبب اللي الأزمة علاجات اي والله النفسية اي وبسبب اي فترة الرقود اي بالمستشفى، انا بالمستشفى. ذكرت لك يمكن ما ذكرت لك انا سنه كامله ما اتحرك حاجتي جوا يعني من وأنا راح الاصابه أرجع لهاي تمام النقطة حتى اي، أضع ذلك. فكنا احنا بوقتها لياقتنا يعني حيل لياقه، انا كان وزني اقل من 60 نعم واتحرك ما ابقى يعني، ولياقه وتجهيزاتي ومعداتي وهاي، فهذني هم سبب من الاسباب اللي هس خلتني والشغلة اي المهمة نعم بالموضوع اللي هو حبك للعسكرية. طبعا حبه يعني اول شيء حبه للعراق بالبدايه، حبه للعراق وحبه شلون يعني هسه انت من تحب شخص شلون تريد بكل ترضي، انا احب العراق اريد للامان اريد اريد المواطن صح اريد بارك الطفل الله يطلع بك. المدرسه اريد المره تروح للسوق وترجع ما عليها شيء، اريد الشايب يقعد بالباب ما يصير له شيء، يعني من زمان مو هسه يعني بارك احب الله بك. شوفي هو هذا اي هذا العراق اي الاصيل، من يباوع على العراق يباوع لبيته، فما اي فيعني ما يتقبل اي الغرباء صح يعني يستولون على قاعه وعلى ارضه. صح بارك الله بيك. بس اريد من عندك بانه نعم احنا وصلنا تقريبا لحد زمن الفتره بين 2007 2008 كانت نعم اكو هناك تعرضات نعم بالقواطع نعم والوضع جدا صح متأزم. الوضع حيل تعبان قد شارات اريد اسالك على هاي النقطه حتى خلي بعض الناس قد تعرف قد ايه شارات بك بتلك الفتره؟ كان ما يتجاوز اقل الدولارين دولار اي اقل الدولارين يعني كان حيل يعني
بيا سنة تقريبا انا شويه ذاكرتي مرات تخوني يعني هو تقريبا كان اتوقع 200 دولار اي 200 دولار هيك اي هي 200 كانت دولار اقل بس بعدين وصلت شوي يعني احنا ندري بيها 200 دولار انه قامت اول ما تصعد اي تأسست اول ما قامت تصعد مراحل قامت تصعد تصعد مراحل شويه صح مراحل نعم شويه وصلت لحد ما اي يمكن اي 477 تقريبا بس احنا لحد اي 2007 صح بس احنا بوقتها يعني من تعيننا هم كان هسه اخوتي يعني يشوفونها مو كان همني انا بالنسبه لي اقصد نعم ما كان صح هو الفلوس لها قيمها بس يعني اهم شيء كان عندي انه انا اسوي الامان البلدي يعني كان بذيك الفتره الوضع بعد السقوط كان يعني يرثى له فالحمد لله والشكر تمام اي بأنه أنت قلت بـ2000 وبيا سنة يعني بديت بأنه شوية الأوضاع كانت تستقر ومن هالقبيل هذا وقلت التعرضات تقريبا بعد ال 2008 بعد بعد ال 2008 2008 شويه نقول يعني مو 100% نقول تقريبا بقيت بنفس القاطع؟ اي بقينا بنفس القاطع يعني أنت هاي اي الفترة كلها تداوم اي قاطعك كل قاطع هو هذا كان قاطعنا اللي هو اي العامريه ابو غريب الغزاليه حي حنطين حي الجامعه حي العدل هاي المناطق هم واجهتك تهديدات يعني وقالوا لك تنملع ما تروح للعسكرية؟ اي هواي اجتني تهديدات ارقام غريبه بوقتها بس انا ما ما اهتميت اهتميت ما لها اهتميت ابدا يعني انا ما واحد ترددت اي مره من المرات يعني هواي ارقام غريبه كان بوقتها خطوط عراق انا اتذكر بهاي كان وخابروني هيك وهيك اسد التليفون او احضره وابقى مارس مهمتي ما قلت يعني انا بالموت شو يريد يسوي خليه يطلع بالشارع يواجهني بارك بس هو الله تعرف هيك واحد يهدد هذا سبع هذا لا تلقاه جبران خايب اكيد هو اي اللي خلي تواجهه وجه اي بوجه خلي هو يريد يواجهني يقتلني هاي فدوى للعراق اقتله هاي بعد زين بس انا المواقف متاكد من نفسي الحمد لله وشكر انه لا انت اي بطل فدوى انت لقلبك اي جرحك هذا ربي شرف يحفظك لنا اي بالله الكريم ربي يحفظك واطفالك رحم الله وللعراق والديك وكل اي الناس انا اريد المواقف اللي كانت بيناتكم بعد التعرضات اللي تصير كانتكم مواقف طريفة اي اي مره هواي واي مواقف طريفه مره احنا اتذكر كان اخذنا فتره احنا الشارع حيفه نعم اي هاي السنه تقريبا بال 2000 وبدايه 2007 تقريبا هيك شيء نعم كان شارع قاطع شارع حيفه كان قاطع كبير تعرف كان نعم صحيح اي فبالنسبه لي انا صار بي موقف يعني هو اي كان الدنيا تمطر وذاك الوقت كان بعض الشوارع المجاري مالتها نعم ما محكم ويا فمي فكنا نمشي انا يعني تقريبا المي صار صعد صعد ارتفاع لي جاي المي فنمشي احنا راجله فما كان يهمنا هذا المهم يعني المي مطر هاي كنا عادي راجله فمشينا واحد ورا الثاني بالرتيل فتعرف انت الراجله السراج بنمشي فانا اخر واحد امشي فهم مشينا وهاي بالفروع ما ادري شنو فهم تكرم من شيء كان اكو منهوله انا ما شفتها اي فحسيت انه شفت هاي تفتر دوامه انا ايش عبالي عبالي صديق العبرني اللي قدامي عبالي هذا اللي من طلع المي مالته يعني تفتر ما ادري يعني المهم طبيت فمن طبيت اي حسيت طبيت يعني اللي جوا للاخير فشلبت يعني انا والخوذه والدرع وهاي فما ادري شلون طلعت اي جريت بس ما حد سمعني من جماعتي فطلعت ما ادري المهم طلعت وقفت سحبت نفسي وصلت هي صايره بالنص نص الشارع فالرصيف منها شويه يعني طالع الرصيف بي وصلت للرصيف شفت روحي متنقع من فوق لي جو بعت على جماعتي بس القبلي شافني بس بعيد عليه قال لي ها سويت له هيك يعني احنا تعرف حركاتنا هيك يعني طمست بالهاي هو شاف عرفها قال هاي ايه قلت له روح اطلع انا جاي وراك يعني بالاشاره كنا كان يمكن كانت ليل بوقتها لا لا صبح بس كان مغيم ومطر نعم وشوي كان هناك الوضع كان ماكو احد يمشي بالشارع اي منع تجوال منع تجوال وتشوف يعني حتى عصافيرهم يا سبحان الله قليله تشوف يعني عبالك شلون منطقه اي لان وضع ارهاب ايه كان وقتلوا ايه من هالقبيل فدوه فاحنا نمشي وهاي وكنا ما نمشي حتى احنا ما نمشي يعني العفو انا واصدقائي بالاشاره بالاشاره يعني من بعيد يسوي له هيك اي ما يطلع حديدة. او هيك او اطلع او تعرف انت الاشارات صح انت احد اخوتنا من القدماء الله وتعرف يخليك اي عزيز الله. فكنا بالاشارات واحد بالثاني اي شيء هاي ما نحكي صنطه حتى العدو ما يسمع صوتنا ويحس بانه احنا طالعين دوري فهاي واحدة من الطرائف اللي واحدة اللي اي وبعد هواي هم انك طرائف بس انه اي هواي زين اي اني راح ابقى وياك نعم لكن مستمعينا الكرام ناخذ فاصل ونرجع لكم
برنامج صناع الانتصارات، ومعي اليوم البطل الجريح علاء عبد الرضا أحد أبطال وزارة الدفاع. جريح عبد الله، علاء العفو، أريدك تحكي لي شلون صارت الإصابة. الإصابة ماتي صوبت في تاريخ 10/5/2014. نعم. كنت قاطع القارمية منطقة العبايشي. نعم. بسيطرة الشهيد الصادق. نعم. كنت أنا عليه في السيطرة مال الشهيد صادق. تمام الساعة بالـ10:30 صباحا. صباحا. كان جاي رتل مال الشرطة الاتحادية من سامراء متوجه لبغداد. نعم. فوقفت الرتل، كان وياهم ضابط. نعم. كان خلال هاي الفترة كان ما يعبر الرتل إلا عنده كتاب عمليات بغداد، كتاب يلا يعبر. فكان ما عندهم الكتاب، قلت له سيدي خليك بال اركن على صفحة، على صفحة لحد ما انه انادي بيكم واشوف الموقف مالكم حتى تعبرون. تمام. وقف الرتل بالسايد مال الارتال، فتعرفوا السيطرة بها سايدين، سايد للسيارة المدنية وسايد للارتال. صح. فوقفوا بالسايد الارتال وسيارة المدنية جاي تعبر، كان واقف الاي دي بذاك وقتها سونار. كم شخص انتم كنتوا بالسيطرة؟ احنا تقريبا انا كنت اعرف السيطرة وياي تقريبا 10 نفرات. 10 نفرات؟ لا 11 نفر. وانت عارف السيطرة؟ انا عارف السيطرة، كان ويانا ضابط. نعم. ف تقريبا هم جو الصبح تقريبا بالسبعة. نعم. السبعة وربع جوي لحد ما صارت الساعة بالعشرة تقريبا انادي اني. نعم. على مود اللي تجي الموافقة. نعم. فتعرف الموافقات كان مال عبور هاي الا منادات، وهاي احنا امر عسكري، اذا ما عندك كتاب تخويل انه تعبر ما تعبر، اذا هاي تنظر بالمراقبة ويجينا تخويل حتى تعبر. نعم. خلال هاي الفترة فهم ما انتظروا تقريبا مو فترة طويلة إذا كانت بهذا الوقت. نعم. فواقف بالسيطرة أني وجنود منتشرة والهاي. الساعة صارت قلت لك بالعشرة عبرت العشرة، أنا لابس خوذة ودرع وهاي، وما حسيت إلا أنه صار الدنيا ظلمة بالسيطرة، انفجار. انفجار. ما حسيت، بس ظلام. بالظلام. إي فمن صار الظلام تعرف إحنا ما يعني مدالح، بس إحنا القدامى من يصير شيء نعرف شلون عندنا حدث بأنه هذا، المهم عرفت أنه صار قدر. بدنا انضربت او فشي، باوعت شوي صار الضباب وحسيت روحي اني مشمور مسافه تقريبا 15 متر او 20 متر مشمور عن السيطره. اي قمت صار دخان، وابو البرج كان عندنا بالسيطره صار رمي. انت ما فقدت الوعي؟ انا ما فقدت الوعي، بس ما احس بجسمي، يعني بس احكي اسولف اباوع بس جسمي ما حركي، من رقبتي لحد رجلي جثه، بس عيوني وحلقي اسولف، بس الباقي ما احس بيه، يعني بس راس احس بجسمي، الباقي كل جسمي ما احس بيه ابدا. فصحت اي على جماعتنا باوع فلان مال، شفت يعني تعرف من يصير انفجار تشوف القتيل والناس مش جرحى وهاي. فصحت كان ويانا وجبه جديده من الجنود الثاني. فصحت واحد من القدماء من الله يذكره بالخير نائب ضابط صلاح، اجى علي جرني، قلت له صلاح جرني، اي هاي انضربت انفجار هو امدر، قلت له جرني ورا الصبوي. اي قلت له اسحبني. اي من سحبني انا صحت من الاوجاع، حسيت شويه، حسيت عندك بالضربات هاي، كانت ايدي هاي ايدي شو يعني لحظتها من انفجار. الانفجار اتوقع انت قلت لي قبل الكواليس بانه انتحاري. اي الانتحار انفجر عندكم بانه بساعتها حسيت ايدك انفقدت او تبلشت، شنو اللي صار بيك؟ ما حسيت بجسمي لحد ما تعرف شنو الالم، ما اعرف شنو الالم، بس شنو اباوع اسولف اصيح، بس جسم ماكو. تمام. بدون شعور لا بايد لا برجل لا بكل شيء، بس جسد وبس راس يعني العفو. ناديت وجاك الولد؟ اي لا صحت علي، هم من صار الانفجار طلعوا، تعرف انت من يصير يطلعون المقر. صح. فمن المقر اجاني ومن القدماء، فاجاني ركض علي، اي قلت له صلاح انضربت، انا شفت الدخان مبينه، قلت له يعني مو مال عبوه اكيد انتحاري 100% يعني مقابل. فقلت له اسحبني ورا الصبه خاف اكو ثانيه. اي قلت له خاف اكو انتحاري ثاني، اسحبني ورا الصبه. اي فهو من القدماء يعرف اخذت هاي، سحبني ورا الصبه، فكان عندي بالدرع كنت لابسه، كان عندي تورنيكي سودي. قلت له هاي التورنيكي كانت ايدي طالع كف منها على منها طالع من هاي الصفحه. نعم. اي فانا عبالي مبتوره ايدي، قلت له هاي ايدي انبترت صلاح. قلت له اخذ التورنيكي من الدرع. اي ووقف النزيف، هاي ايدي لا ياخذني النزيف اخلص الدم، فاخذ التورنيكي. اي
كنتوا مدربين عليه؟ اي مدربين عليه هاي التورن كمال. اي حلو. اي فضربني حيل، بحيث من ضربني تورن قلت حيل ضربه للاخير. الزراق وصل يعني مال الضرب لحد رقبتي احس اكله من الضرب. قلت له حيل ضربه خالد النزيف. قلت له صلاح عوفني وشوف منو متصوب. قلت له صلاح عوفني انا ورا الصبه. قلت له شوف منو متصوب من الخطي الولد الجنود الجدد اللي جوني، روح اخذهم عوفني انا ورا الصبه. اي هو قام يعني بكي خطي علي وقال لي على ما بيك شي واي. قلت له لا صلاح انا ما بعد حسيت إيه قلت انتهت بعد إيه. قلت له روح للعالم عوفني يعني. سحبني ورا الصبي. إيه أنت قلت لي إيدك؟ إيه إيدي وهاي سحبني وعاد راح للولد. جماعتنا شافهم عاد ببلدنا جت الإسعاف. إيه فأجي عليه قلت له ليشيني. إيه قلت له عوفني ليشيني، شوف منو المتأذي أكثر من عدي شيله عوفني يعني خلي ارتاح يعني. فأنا من ناحية يابي بس راسي يحكي ما احس بجسمي. ما تحس بجسمي؟ أي. حسيت نفسك كانه اي اي اي. قلت له صلاح هاي ايدي جرها ذبها يعني قلت مبتوره هاي ايدي. قلت له ذبها. ضربتني تورن قال ما شلون اذبها ما يبين لا هي مبتوره ولا هي بس شنو مفتر الشف كله طالع منها شف يعني بينه منتهي. اي حسيت اي حسيت اي. قلت له ذبها. قال لا. قلت له ذبها. قال تضرني. قلت له لا تجيني عوفني هسه خليني ورا الصبه اشيل المتأذي من الزملائي. من الزملائي وانا تعرف الجديد هذا مو مثل احنا القدامى شفنا وهاي هذا الجديد ما يعرف. فقلت له شيله وخلينا انا بالاخير فدوا عوفني. فخطيه هو بعدين من جد دعم الاسناد نعم اي هم رجع لي قال دا يشيلون بيهم. فقلت لها جو الولد شو من المتأذي منه. قال عوف هذا الحكي من المتأذي وهاي. فدخلت تقريبا شلون بغيبوبه اي ما اي فقدت اي فقدت يمكن 10 دقائق هيك مو اكثر ورجعت. وهم صحت علي قلت له فلان يعني اصدقاء هواي بالاسماء. قلت له تعال شوف من المتأذي فلان عايش فلان واعرفهم بالاسماء. فلان عايش شوف يا سبحان الله كان عندي 2 من الجدد اخوان بالسيطره اخوان وياك اخوان بالسيطره 2 متعينين جدد. ف كنت جوني يطلعون واجب سوي. فقبل ما يصير هالانفجار كنت شغلهم اقوم اقول راح اخلي واحد يرتاح واحد بالسيطرة يا سبحان الله قبلها بيومين. فجوني قالوا رئيس انا واخوي اريد اطلع وهاي. قلت لهم ما اقدر اخليك انت واخوك. فبعدين قبل الانفجار قلت لك بيومين. جوني قالوا ليش تخلينا واحد يرتاح واحد يطلع؟ قلت لك كل شيء يصير على الاقل اخوك عايش وانت مستشهد حتى بس مو اثنيناتكم سوى. اي قالوا بكيفك. فيا سبحان الله استشهد الكبير بالسيطرة خطيب. والصغير ظل اي ظل بالقاطع نفس الانفجار. هو بعدين جاني المستشفى. المهم تم اخلائي. جون اخذوني المستشفى الكاظمية. فبالطريق خلوني بالاسعاف تمام وامشي. فهم صعد وياي واحد من القدامى. هاي الفترة نعم. بين اخلائك وهاي كنت تفقد الوعي؟ افقد وارجع افقد وارجع. شو كان يدور بذهنك؟ منتهي يعني مستشهد وهاي يعني بين وبين نفسي يعني تفكر نفسك أمامي دقائق يعني. إيه يعني أنا إيه قلت يعني فكرت هم فكر قلت أنا مستشهد وهاي احتمال روحي إيش جاي أحكي ويا نفسي ما حد يسمعني أو هذا حلم يعني ما شلون صدمة على تفكير على هي صير يعني شغلة سريعة مو صارت صح. فمن أخذوني بالإسعاف صعدوني صعد واحد من جماعتنا قدامه. قلت له فلان هاي إيدي مقطومة ذبها ليش خاله هيجي حتى يشوف خيطوها حتى شيء. إيه شافني وهو من القدامى بس كان بغير سرية بكي. اي قلت له ليش تبكي ذبها علي ما تبكي فدوة. قلت له ذبها. قال لا ما بيك شي. قلت له والله ذبها. قال والله ما بيك شي. تمام. المهم وصلت وصلنا المستشفى قبل الطوارئ للعمليات اخذوني عمليات الكبرى. المهم ما حسيت اللي طلعت بلاتين بيدي وهاي رجلي مكبسات وهاي ايدي مكبسة يعني هيجي قاعد زين يعني لحقوا اي لحقوا كانت هاي قصتي مضروبة طالع العظم تمام. اي هنا يعني اصابات هواي بجسمي اصابات هواي يعني من طلعت لقيت بلاتين حديد شادي لي بيدي تمام بلاتين بهاي رجلي اليسرى بلاتين برجلي اليمنى وهاي ايدي مكبسه كلها حرب ايدي اليسرى حتى هذا الشيف كان هذا هم كان مكبس وبشاشه نعم. شاشه هاي كان منا نعم. يعني جسمي كله بس يجي قاعد مجرد بالمستشفى. من اللي وصل خبر لهلك؟ الله يرحمه واحد هم استشهد كان الله يرحمه اسمه ياسين. يعني صدفه مو قلت لك احنا كنا اخذنا قاطع طار ميه داومنا فبالفوج اللي كنت بفوج الثاني رحت الفوج الثالث صدفه كان صديق
صديقي بأيام المدرسة، صدفة لقيته بالعسكرية الله يرحمه اسمه ياسين، وجيراني بالمنطقة قديم من كنا من التسعين كنا نروح للمدرسة. تمام. فصدفة شفت عسكري قلت له جابك؟ قال أنا بالمهم. فظلينا فترة الله من الصواب تاني، قلت له يعرف وين دل أهلي وايد، قلت له ياسين خابر الحجي وقل لاني، قلت له تقول له مصوب؟ قال لا أعرف أنا شو أقول له. فخابره ما قال لهم مصوب حتى ما عد الحجية والحجي كبار بالعمر وهاي ما يردوني. فقال لهم سوى حادث فاجوني المستشفى، وراها فترة ورا ما صوب وتستشهد الله يرحمه ياسين. لا رحمة الله. لا رحمة زين الله. أجوا أنت أهلك وشافوك بالوضع ايه اللي أنت فيه. بعدها انتقلت للبيت. بعدها ظليت تقريبا بالمستشفى ظليت شهر ونص مستشفى كاظمي طابق الثاني. واجه الصعوبات. صعوبات كثيرة يعني بالمستشفى، مقلت لك كنت ما أتحرك. نفسيتك تعبت. إيه إلى درجة يعني نفسيتي تعبت بحيث ما. مشت مصورة. ما إيه شفت نفسي هيك بحيث حتى يعني واحد من الدكاترة وقلت له أنا دكتور أنا إذا حالتي هيك بعد خلينا بعد هذا، هو قال لا شلون أنت بعد إنسان وعسكري وبطل وهاي ما نقدر. قلت له أنا إصاباتي أذتني والألم البي الألم يعني من الوجع، شو أقول لك من الوجع، حتى كان من الوجع يطلق خشمي دم من الألم. فكان يضربوني مسكنات حتى يعني كسع باليوم 3 مرات مسكنات 4 بس الوجع العدي ما أتمنى العدوي لهذا الوجع صار عندي، والله العدوي ما أتمنى وجع بحيث ما حد يشعر بي من الوجع. هاي سنة بالضبط صار 2014 شهر 5 شهر الخامس اي 10/5. شو وقت طلعت من المستشفى؟ طلعت 8/6 اي تقريبا 9/6 شهر اي بنفس الهاي اخذت لي شهر وخمس ايام وست ايام. شكد بقيت راقد بالفراش؟ اني سنة وثلاث اشهر ما اتحرك حاشتي جواي. سنة وثلاث اشهر ما اتحرك حاشتي جواي. شلل يعني شلل اكثر من شلل، يعني شلل ما تحس بالاعضاء، هذا شلل والم. شلل والم وحالتك النفسية صارت تحت الصفر. ما كحد خلى من اصدقائك عنك؟ والله هي مال تخلى ما لا ما حد خلى، بس يعني زاروني للبيت كم صديق تمام اي والحمد لله شكرا. ظليت تقريبا اكثر من سنه وثلاث اشهر يعني سنه ونص قول تقريبا. زين اي ما تندمت ابد؟ لا لا لحد هسه ما متندم. ما متندم اي وباي وقت هسه انا بهاي الوضعيه باي وقت يعني العراق يحتاجني او الامرين او المراجع تحتاجني قبل اول واحد اروح اقاتل. بارك الله بك. وارجع من جديد عاد ما يهم. بارك الله بك. هاي الروح العزيمه اللي عندنا وابطالنا الناس الجرحى رغم الجراح اللي بيهم هي. لكن يحبون يقدمون شيء للعراق من بكانهم. ولحد هسه يعني ذاك اليوم هم نفس سؤالك سالوا اصدقائي هاي ايدي شبه منتهيه وجاي اتمرن على وزن تقريبا وزن الام 16 لا هاي الايدي يعني هي تقريبا ما اعرف ايش قد وزنها انا شغلات هاي مصطلحات العسكريه ما نقدر نحكيها. فسالوني اصدقائي ليش بدك تتمرن على هاي؟ قلت لهم مباشر عقب اي شيء اي نداء من وزارتي وهاي اطلع انا قاتل اقدر اشيل السلاح وهاي. زين اي انا بس اريد اعرف شغله واحده بانه انت بعد هذه الاصابه الاصابه وقمت بالسلامه الحمد لله. يا سنه قمت بالسلامه تقريبا يعني ورا هاي قلت لك انا سنه ونص أقل سنة ونص ما أتحرك قمت على العكازات. تمام. العكازات هم أخذت تقريبا سنة قوة هم أمشي يعني تقريبا بالألفين ونهاية الألفين وسبعتاعش. تمام. يلا شوية. يلا بديت تتحرك. شوية يعني نهاية 2017. من هم الشهداء اللي تحب تستذكرهم وكانوا وياكوا بالدوام؟ هواي والله. يعني إذا أسولف لك بيهم يعني إحنا فوج كامل فوج 303 وذكرت لك الأسماء اللي بيهم الرحمة والخلود كافة الشهداء لكن الأصدقاء القريبين من عندك اللي خسروا والله صديق ولد كان الله يرحمه اسمه محمد أي كان وياي بالسرية الثالثة تمام اللي يعني كانت أسامينه كان شارل اسمها أي فجاني قبلي جوارية شهرين ثلاثة فأجي ولد إنسان من أهل الله متدين إلى درجة ويؤدي واجبه بصورة صحيحة حالة حال البقية.
فظل وياي تقريبا شهرين، بحيث من اجى ما كان عنده شباب وقتها، ما عندنا حتى الوكرات بهاي المرحله، كان غرابه خالين وياي. فنقلت الغير سري يعني، هو ظل بنفس السريه، فظليت اتردد عليه. تمام. اي فهو فقير الى درجه فقير يعني، فتردد علي اشوف ايش محتاج من اشياء، من يجي من الواجب اقول له الحمد لله على السلامه، من اني اجي من الواجب يقول لي الحمد لله على السلامه. فمره من الايام شفته جاي من الواجب تكرم ابا على البوت مالته تعبان. تعبان. قلت له محمد ليش بوتك تعبان وهاي؟ قال ايش اسوي؟ هي عفته. فرحت كانت عندنا حوانيت بها تجهيزات امريكيه وهاي، رحت بدون ما يدري هو اشتريت لبوت خليته وهاي امريكي وهاي شديته، قلت خليه فاجئ حتى من يجي، قلت بحجه المزاح الله يرحمه هو، قلت اخذ من عنده البوت القديم وطي البوت الجديد. المهم فطلعنا احنا واجب ما شفته وهاي، رجعنا اول ما رجعنا الواجب مريت نزلت رحت المقر سريتي، رحت لقيت الهوسه وصاير تعرض عندهم، فصعدت للسري رحت الفصيل ما لقيته. نزلت لقيت ناس بس ما يعرفون انا يعني هو صاحب المقرب، سالت عليه ما قالوا لي. فبعدين من استفسرت نزلت الامر سريه، قلت له سيدي العفو فلان وينه؟ قال الى رحمه الله استشهد. استشهد. اي وما من بحيث من انهاريت ما قدرت ابكي، صعدت للبرج بوحدي ظليت ابكي واغمض بعيني، قلت بركت اذا افتح عيني القى ما ميت. المهم بعد الرحمه والخلد لكافه شهدائنا الابطال. علاء يعني الحوار وياك جدا جميل، والمعارك اللي مريت بها جدا هواية، يعني أكثر من حلقة يحتاج لها، لكن إحنا اختصرنا للمشاهد والمستمعين خصوص قصتك هاي. أريد أسمع كلمة من عندك، كلمة أخيرة للناس اللي يعني متقاعسة وقاعدة بالبيت وما تقدم شيء للمجتمع. والله شوف هو اكو مثل يقول لك ما بي خير لاهله هذا ما بي خير لنفسه. احسنت. فانت اهلك العراق اذا ما تقدم ولو شيء بسيط يعني وتدافع عن بلدك باي شيء، هي مو بس قتال يعني، تريد مثلا تصير عجبك مهندس دكتور باي شغله، بس المهم انه تخدم هذا البلد. مو مسألة قتال بس، وأنا بالنسبة لي أنا أفضل بالنسبة لي القتال يعني، هسه إحنا وضعنا شوية الحالي أيوة بلدك أهم شيء، العراق عوف كل شيء يعني، والإصابة اللي أيوه صارت بيك بسام شرف أيوة الحمد لله والشكر، أنا هاي الفضل لله الحمد هذا لله. مو فضل لأحد، لا بلدي يستحق أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. بارك الله بيك في دول قلبك. إلى هنا مستمعينا الكرام ننهي حلقتنا لهذا اليوم، برنامج صناع الانتصار. أسعدنا الله، نشكر الأخ الجريح البطل قلبك حبيب رضا، وشكرا لحضورك هذا اللامع. ملتقانا بالحلقة القادمة، كان معكم بالإعداد والتقديم سراج منير والمخرج ياسر، تحياتي لكم.